زيمبابوي في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد. المنتخبان يتوجهان ويلتقيان وجها لوجه. المفاجأة من أجل أن تؤكد أقدامها وتؤكد بأن الأمر لم يكن يتعلق بمفاجأة، الأمر يتعلق بأوغندا وزيمبابوي لمحو تلك الهزيمة التي كانت بين قوسين بالنسبة للزيمبابويين قاسية، باعتبار أنهم أبلوا البلاء الحسن في المباراة الافتتاحية وكانوا شبه قريبين من إدراك التعادل. زيمبابوي من أجل أن لا تغادر السباق مبكرا وتكون أولى المنتخبات التي تخسر مرتين وتغادر، فلربما من دون ولا انتصار ولا من دون ولا وسوى وصوى في محور الدفاع المنتخب الأوغندي. كرة يتابع الدفاع الزيمبابوي، فاروق إفريقي وتجربة إفريقية ولو أنها ليست على صعيد المنتخبات ولا 18 بروسيا والتي انتهت في الجزائر بهدف لهدف. نتابع هذه الكرة وهذه المخالفة الأوغندية على رأس من يتورى، الكرة تعود من الدفاع من وصوى إلى وسط ميدان المنتخب الزيمبابوي، فرصة زيمبابوية تسديدة من خارج منطقة الجزاء تمر بعيدة. كرة كاما بيليت حاضر، هذا هو اللقاء رقم 11 لزيمبابوي. كرة من ركنية خطيرة جدا إلى موغابي، تحرك من بيفيس أوغابي أو موغابي، كرته بعيدة تماما. يلعب لنادي يوفيلتون في إنجلترا، 24 سنة لبيفيس. المغرب كرة خطيرة للمنتخب الأوغندي، تسديدة جول، أول أهداف هذا الشوط الأول للمنتخب الأوغندي، تسديدة يبعد حارس المرمى شيكوفا بصعوبة. هل كانت هناك وضعية تسلل قبل لحظة التسديد؟ لا يبدو عليها ولا يبدو أنه كانوا في وضعية التسلل. باتريك كادو الذي كان أمام المرمى، أعتقد إيمانويل أوكوي الذي سجل الهدف، يا له من حضور لافت. إيمانويل أوكوي نعم يفتتح عداده في كأس أمم إفريقيا في هذه المباراة لدور المجموعات لمنافسة الكان. حذاري من الخطأ يا داريكوا يبلياتوا شوابيوا، العرضية من شوابيوا، الفوز الرابع لأوغندا، ثلاثة انتصارات لأوغندا في كان 78 في الغانا، قلت أوله على الكونغو بثلاثة أهداف لهدف. على أقصى اليسار عرضية خطيرة، زيمبابوي داخل منطقة الجزاء، ضاعت يا إلهي على هذه الكرة من بيليت ملعوبة بالطريقة المثالية، ضاعت على كارولو هنا ويقاتل على كرة يا لهذه المجهودات، كرة خطيرة للتعادل. لا 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 يا بيليت في الوقت الذي كان يجب عليك أن تسجل، سجل أوكوي الهدف رقم 30 لمن لأوغندا بالرأس، تعود ممتع أيضا كرة على أقصى اليسار، زيمبابوي جول، لا 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 لا، ضاعت غريبة كيف ضاعت كرة التعادل لزيمبابوي، وأول أهداف زيمبابوي في هذا الكان يضيع، كيف ضاعت لكم أن تصدقوا ولكم. شاوبيوا طالنت، شاوبيوا اسمك جميل يا شاوبيوا، ماذا لو تسجل بالرأس إلى خارج أرضية الميدان، ركني مع محاولات هجومية، هول هول كرة جول، لا 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 لا، متى تسجلون يا إلهي؟ كم هذه الفرص وكم عدد هذه الفرص وكم هي خطيرة لمنتخب زيمبابوي، أنقذنا بهدف، كرة خطيرة زيمبابوية زيمبابوية، والركنية من موكيبي بصعوبة يا رونالد، الأخطاء وكرة بالرأس، ما زالت الفرصة. 2006 بألمانيا وتغيرت الخريطة الإفريقية، كرة أوغندية وقتلت المباراة بمباراة تنس لأنها لا تتوقف، كرة في تسديدة من خارج منطقة الجزاء بعيدة، هل احتسب حكم المباراة خطأ لمنتخب أوغندا؟ ما فيش خطأ، تسديدة بعيدة، ليس هناك أي مشاركتي في مونديال إفريقيا باحتساب الهدف الذي الأول على الجزائر بهدفين لهدف، والثاني على غانا في سنة ومنح 299 بطاقة صفراء. كرة زيمبابوية بالرأس، بالرأس مرت يا ناس، ضاعت على زيمبابوي إلى خارج أرضية الميدان، كرة طويلة زيمبابوي داخل منطقة الجزاء، يا إلهي لهذه الكرة وحارس المرمى يتدخل أنيو، هدف رقم 23، كرة خطيرة خطيرة، وضعية تسلل 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 تسلل، وضعية تسلل على باتريك كادو،
التي سوف تكون أمام المنتخب المصري. هذه كرة هدف ثاني، هذه فرصة، هذه ساحة، هيا يا زيمبابوي، كرة التعادل يا زيمبابوي، جول 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 جول. كما بنيت، أنا ما أقول لكم أن السر في التعادل بالنسبة لزيمبابوي يكمن في قدمي موزونا وبيليات. كما بيليات هو يدرك هدف زيمبابوي الأول في هذا الكان، يدرك الهدف 30 في هذا الكان، يدرك الهدف رقم 13 لزيمبابوي في تاريخ مشاركتها في كأس أمم إفريقيا. لا رولات على طريق مركز في الجولة الثالثة. هذه كرة زيمبابوية، زيمبابويون المحاربون قادرون على تسجيل الثانية. زيمبابوي بعيدة 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 يا موزونا، بينما معزول باتريك كادو معزول يجري واحد دوزابر حكى ومدرب الفرنسي يبحث عن الفوز الخامس له. وهذه كرة أوغندية باتجاه أو تعطيني الاسم، لكن دعونا نتابع كرة من ركنية نصيبها في شوط المباراة الأول. نقطة في انتظار ثلاث نقاط. الكوبوية خطيرة على جال يسرى، من يأتي للمساندة، من يأتي مونديال حاضرون. كرة الثانية زيمبابوي جول، لا 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 غريبة غريبة غريبة، ضاعت تسديدة إلى خارج أرضية الميدان لهذه الكرة. كيف تضيع؟ صدقوا أو لا تصدقوا، وحده أمام المرمى، وحده موزونا، وحدك يا موزونا وحدك. أغمض عينيك تضعها في الشباك، أقفل عينيك تضعها في الشباك، نم على صدرك تسجلها في الشباك. هذه الكرة التي تتابعون لم تدخل إلى المرمى، لم تلقى دوما. أبدو يتفوق، استعاد الكرة أبدو أوغندية، أبدو الحق ميدان زيمبابوية، هناك مساحة للمرور وراء التسلل، خليها لا تلمس الكرة، خليها لرفيقك كارورو. أنا أعتقد بأنه كارورو، إذا كارورو تمشي كرة كارورو، واحد اثنين كارورو، هذه خطيرة. أي بثنائية كادو وأوكوي، كرة إلى الهجوم، قوة وسيطرة. لوانغا بديل دوزابر في مكان أزيرا، معدل تهديفي مثالي في هذا العرس الإفريقي لحد الآن، لكنهما عفوا التقيا 15 مرة. أوغندا عندها وزيمبابوي في كل لقاءاتها في كأس أمم إفريقيا تلقت أهدافا بما في هذه المباراة. تغيير آخر في الصفوف الزيمبابوية، أوغندا جول، لا مرور مثالي من فاروق ميا، استلم ممر، عبر وراوغ، حضر، وحارس المرمى كان في المكان المناسب. لا أدري الأوغندي، وأكبر خسارة تلقوها من المنتخب المصري بستة أهداف نظيفة. بذكاء خطيرة جدا زيمبابوي الثاني، لا لم تدخل إلى المرمى، لم تدخل إلى الشباك، جبهة من خط المرمى. دينيس أونيونغو، لو كان هناك تكنولوجيا أو كاميرا صقر لأعلنت إما أنه هدف أو غير هدف، ولكن الحكم أمر بالمواصلة. يا لردة الفعل لهذا القط دينيس أونيونغو، الكرة التي وضعتها في العارضة لفعلت كورة مر. التغيير الآن من الجانب الأوغندي، أعلن كيمبا نيجي هدفا واحدا، ولكن دعونا نتابع هذه الكرة الثابتة لأوغندا، ربما تغير مسارها. خطيرة أوغندية، خطيرة، لا 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 لا. ما الذي يضيع على هذين المنتخبين في هذا الشوط الثاني؟ مباراة الفرص الضائعة السهلة أمام المرمى بهذه الطريقة لعبها بروعة، المدافع كاد أن يغالط مرماه بكل قوة لعبها.